وفي سياق أعطت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس صبيحة اليوم شرط الانطلاق قافلة المساعدات الثانية المتجهة نحو ليبيا، وهو حرصا من الجزائر لمساعدة الأشقاء الليبيين. هبة حمواني. هي إشارة انطلاق القافلة التضامنية المتجهة نحو ليبيا التي ستنقل من خلال جسر جوي بفضل الوسائل العسكرية. هذه باش تمشي لعينا ميناس، ومن عينا ميناس عن طريق البر تمشي إلى دبداب ثم إلى منطقة غدامس. الطائرة الحافلات اللي الآن أعطينا الانطلاقة الشاحنات باش يمشيوا المطار بوفريك العسكري. القافلة التي تنقل مساعدات للشعب الليبي هي تلقائية وليست لها أي دوافع سياسية، والتي تقدر بأكثر من 100 طن من مختلف المواد. العمل الإنساني في الجزائر ليس ظرفيا وليس له أجندة سياسية أو خلفية سياسية. بالتضامنية هذه تعبير من طرف الدولة وعلى رأس السيد رئيس الجمهورية عن تضامن وتعبير من طرف الشعب أيضا، يعني فيه تكامل بين الشعب والقيادة. هو القرار الذي يعبر عن التزام الجزائر حكومة وشعبا من أجل التحلي بتضامن غير مشروط وغير محدود مع الشعب الليبي لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.